بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا ظهرنا عن هذا اللي الإشاعات المطلوسة عن الأغلبية والنواب معدن الحمد. احنا بعد ما علمنا بأي اتصال ولا بأي شيء رواية، واحنا مواقفنا ثابتة مع هذا النظام، واحنا دعمناه وماشيين معاه 200%. ولا ظهر لي مولانا عام، فمن أي نهار قد أدخلنا أي شكوك عنا ما صوت له ومصوتين له بإجماع ملي. ظهر لي مولانا عام يخلق تصويت ملي دور الشيء أكثر من اللي قاعد يتوقع الناس، وهذا لاش من الإشاعات والأكاذيب لا أساس لها من الصحات. إذا ليست هناك أي مشكلة بينكم وبين الرئيس محمد الشيخ الغزواني؟ بالعكس، ما عندنا أي مشكلة مع محمد الشيخ الغزواني، رئيس دولة واحنا انتخبناه واحنا مشينا معاه وماشيين معاه 200%. قلت لك أنا ما قد شككنا فيه نهار واحد، واحدة واحدة من الإشاعات، وهذه الإشاعات كل يوم نسمعه، أي شيء كل وقت نسمعه. مدد قال النواب وقال النواب، أنا بعد ما عندي أي علم بالقضية قطعا، مدي إلى قال هو قاعد ماشي معه، ما ظهر لنا أنا كان ماشي كامل في اتجاه واحد، ولا على حكومة المهندس، داعم حكومة المهندس إسماعيل البدر الشيخ سدية ماشي معه، حكومة معينها رئيس الجمهورية والمقترحة، وإحنا ماشي معه ومصوتين لها 200%. ما فهم أي شو نختار من نكدها للرأي العام، هذا لا شيء من الأكاذيب وشيء من الأساطير لا أساس لها من الصحة. وأنا بعد ما عاد بيت تحركات كان خلقت في